المرحلة ديت. قلنا الكلام دوت بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. انما في الرايجة وفي الفرحة تطلع وفيديوهات وانت اللي قايل بنفسك المكافأة 100,000 هنصرف 150,000 يا سيدي. اللعيبة عايزة اصلا الحق، اللعيبة اصلا عاوزة حقها. انما التعامل مع اللعيبه بالمنظر ده ملوش عندي الا معنى واحد بس انا بقوله لنادي الزمالك او لجماهير نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك عاوز يوقع الفريق الاول لكرة القدم في نادي الزمالك. رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك مرتضى منصور عاوز يوقع الفرقه الكبيره، فرقه الكوره في نادي الزمالك. مرتضى منصور صعبان عليه ان نادي الزمالك خد بطولتين وقريب من التالتة، فعاوز يهد الانجازات دي. مرتضى منصور بيخلص على الحالة المعنوية والبدنية والنفسية والذهنية ولغة الانتصار والاستقرار في الفريق الاول في نادي الزمالك. ده اللي بيعمله، ده اللي بيعمله. انا ما عنديش تفسير تاني الا كده. انت لو جبت واحد في كي جي 2 عارف على طول ان الفرقه في التوقيت ده عاوزه المستحقات الماليه بتاعتهم، يبقى لازم انت تبقى عامل حسابك الفتره اللي فاتت. ما هنجيب تركيز منين يا يوسف؟ هنجيب التركيز منين؟ وانت عايز النهارده اللعيبه تبقى مركزه ازاي في الماتش بالمنظر ده؟ وفي النهارده اضراب وفي النهارده عدم نزول الملعب، الناس ما تاخرتش. اللعيبه ما تاخرتش. اللعيبه ما تاخرتش، اللعيبه جم كلهم ولبسوا ونازلين على تمرينهم، وبعدين تقول لهم محمد بدر يقعدوا يدوروا على محمد، ما تقعدش تزهق الناس في 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 اكل عيشها، وما تقعدش تزهق الناس على حقوقها بالمنظر ده. ليس هكذا يدار نادي الزمالك، ليس هكذا تدار الفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك. مش على قدر المسؤوليه يمشي علشان خاطر نادي الزمالك، علشان خاطر نادي الزمالك احنا واقفين لك. لان انت الفترة اللي فاتت ما عدلتش سياساتك الا بالضغط عليك اعلاميا وجماهيريا، لان كل اللي جوه النادي ساكتين لك. محدش من اللي شغالين جوه نادي الزمالك يقدر يقول لك تلت التلاتة كام. سمعا وطاعة في الغلط قبل الصح. إدارة كورة. فبالتالي لما اتضغط عليك من جماهير نادي الزمالك ومننا كإعلام مش عاوز حاجة من النادي إلا إنه يبقى كويس، مشيت زي الألف. ما تجيش دلوقتي بعد ما الفرقة كسبت توقعها. أنت عارف النهاردة إن الفرقة محتاجة تموين مادي. ما دبرتش الفلوس ليه الفترة اللي فاتت؟ عندك مشاكل مع اتحاد كورة خلصها، عندك مشاكل مع وزير الشباب خلصها، عندك مشاكل مع بنك مركزي خلصها، عندك مشاكل. ما انت مش قاعد بتشتغل ايه؟ امال انت شغلتك ايه انت؟ الناس منتخباك ليه؟ عشان تقعد تتحكم في ارزاق الناس زي ما انت قاعد عمال ترفد في العمال الغلابة؟ اللي قاعد لهم النهارده تلكيك الساعة 9 الصبح معاد دق الكارت 9 و5 رفد. تصدقوا الستات الغلابة العمال تلاقيهم واقفين بالطابور من الساعة 4 ونص عشان يمشوا، اما كده رفد على طول. هو الأستاذ أشرف زكي فين؟
استاذ اشرف زكي المحترم امين الصندوق الراجل المحترم مختفي عن الساحه ومختفي عن المشهد، ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ عارفين ليه ولا مش عارفين؟ لانه ما بيطبلش في الغلط وما بيرضاش يمضي على الغلط. بتشوفوا اشرف زكي راجل محترم بيحترم نفسه وبيحترم المكان وبيحترم الموقع اللي هو موجود فيه، فينه؟ شايفينه في اي مشهد من المشاهد اللي فاتت دي؟ لا لا، مبعد تماما، مبعد تماما. زي ما بقول لحضراتكم، عمرو مهدي بيقول لي ولا في دماغه، ولا تفرق معاه، ولا تفرق معاه. عمرو مش زملكاوي، مش زملكاوي، ده ما بيحبش الا نفسه بس، ده ما بيفكرش الا في نفسه بس، ده ما بيحبش الا نفسه، ده ما بيفكرش الا في نفسه بس. اللي انا اعرفه واللي انا فاهمه كويس ان لما تبقى في فرقه ماشيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بالخطه الثابته دي، يبقى ده انا اعمل فيها اي حاجه في الدنيا في سبيل ان انا حافظ على الاستقرار اللي موجود جوه فرقه الكوره، احافظ على الاستقرار اللي موجود جوه فرقه الكوره. انما يبقى عندي ازمات ماديه اعمل فيديو واجتمع باللعيبه واقول لهم فلوسكم جاهزه وعشمهم ونكسب، وان شاء الله بعد ماتش الترجي وتيجوا تاني يوم تلاقوا الفلوس مع محمد بدر، نسال على محمد بدر ما نلاقيش محمد بدر، نقعد نلف النادي كله يقولوا لنا في الخزنه، نروح الخزنه يقول لك انت مالكش عندي فلوس، لو ليك فلوس هتبقى مع محمد بدر، يقول لك سافر مع هاني زاده وايمن حافظ، نتصل بهاني زاده ونتصل بايمن حافظ، يقول لك لا الراجل مش عارف ايه، واخد بالك؟ وبعد كده يقول لك طب انا هجتمع باللعيبه، طب نقعد نستنى رئيس النادي لما يحن. اللعيبه مسمياه خبيني، وبالتالي يرد عليهم رد يطلع اي حد بره شعوره. اذا كان عاجبكم ايه يا عم ده؟ انت ما بتشتغلش، ما بتشتغلش انت، ما دول مش شغالين عندك، ده انت اللي شغال في الجمعيه العموميه لنادي الزمالك وشغال عند جماهير نادي الزمالك، انت وابوك، انت وابوك، انت مين يا ابني عشان ترد على لعيبه نادي الزمالك تقول لهم كده؟ اذا كان عاجبك انت مين يالا عشان تقول لتشيكابالا كده ولا لطارق حامد كده ولا للاعيبه ولا نجوم مصر دول كده؟ انت مين؟ اذا كان نجوم مصر الكبار مش فاهم انا. زي ما انا بقول لحضراتكم والكلام موجه لجماهير نادي الزمالك، موجه لجماهير نادي الزمالك، الكلام لجماهير نادي الزمالك، مرتضى منصور بيوقع الفرقه، مرتضى منصور صعبان عليه ان الفريق الاول لكرة القدم في نادي الزمالك ماشي كويس فبيهده بيوقعه، زي ما عمل مع فريرة وزي ما عمل مع جروس وزي ما عمل مع كل الانجازات اللي فاتت، بيخلص على الفرقة، بيخلص على الفرقة. ولو مفيش حد واقف لك احنا واقفين لك، لو ما فيش حد واقف لك احنا ايه واقفين لك. وبكره، بكره ان شاء الله باذن الله هعرفكم الفلوس بتروح فين. انا بقول لكم اهو، لعيبه نادي الزمالك يا مرتضى يا منصور لو ما خدتش فلوسها بكرة هطلع اقول للناس الفلوس بتوديها فين، لان عندنا ماتش مهم واللعيبة دي تعبت، اللعيبة دي شقيت، اللعيبة دي عملت اللي عليها وزيادة، هما والغلابة اللي موجودين في النادي.
والغلابه اللي موجودين فين؟ في النادي اللي بقالهم شهرين ما قبضوش. اللي لما جيت زودت ال1000 جنيه في المرتبات وجي مكتب العمل قال لك لا مش هينفع ينقصوا، طب بقيت ترفد في الناس. ادي واحده كده على الماشي.